بروجكت بلو كارافان سمعنا فيه السنه الماضيه وعم نسمع فيه السنه، جامعه الايوتي بتقوم بهالمشروع للتوعيه لمرض السكري، ومثل ما عم بيقولوا الاساتذه اليوم السنه الماضيه تبين انه في عنا 17 ل 18% من الشعب اللبناني عنده مرض السكري، وفي اشخاص ما عندهم خبر بهالموضوع. معنا بالاستوديو دكتور نجيب الحداد، اهلا وسهلا فيك دكتور حداد، عميد كليه العلوم التطبيقيه بالايوتي. صباح الخير. معنا كمان دكتور مازن مفرج، اهلا وسهلا فيك دكتور مفرج، رئيس قسم التغذيه بالايوتي. بلو كارافان هالمشروع طبعا مهم لتلاميذكم، مهم يعني لإلكم كأساتذة، بس كمان كثير مهم لأنه يكون في مساعدة للدولة اللبنانية لحتى اللي تقدر تعرف شو في عندها، والإحصاءات يلي ما عم تكون في مجال لأنها تنعمل عم بتقوم فيها هالجامعات، وهيدي شغلة أكيد مشكورين عليها وكثير مهمة. بس لما بنقول يعني مشروع أو بروجكت بلو كارافان شو هو بالتحديد، وليش رح يتضوى بور جبيل المرفق القديم البحري بالأزرق؟ صح. هلا مشروع بلو كارافان بلش معنا السنه الماضيه من منطق انه الجامعه لازم تعمل مثل ما بقولوا مشاريع اجتماعيه تنمويه بالمجتمع اللبناني. سو قسم التغذيه قدم المشروع مع وزاره الصحه والاتحاد الدولي للسكري. بقى تضويه البور البحري تبع جبيل هو بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسكري، لانه بيضووا كل سنه معالم حول العالم، مثل ببيجين بيضووا الايترنال سيتي، بلندن بيضووا الهاوس اوف بارلمنت، بواشنطن بيضووا القبه تبع الكونغرس، عندنا ضوى بمرحله من المراحل ضوى البرلمان، عندنا ضوت حريصه، السنه الماضيه الاي يو تي ضوت البور تبع جبيل، والسنه عم نرجع بنضوي نفس الشيء البور تبع جبيل. وكان الاحتفال انه ما بدنا بس نعمل احتفال للسكري، الجامعه بدها تعمل اوتريتش او بدها تساعد الناس بفحوصات السكري والتوعيه على موضوع السكري، اللي كان شعار اذا بدك الاتحاد الدولي واستراتيجيه تبع الوزاره ضمن مشروع السكري تبعها. بقى لقينا حالنا انه نحن بموقع فينا نقوم بهيدي الحركه على الارض، وخلقنا بروجي اسمه بلو كارافان، بلشنا فيه السنه الماضيه، هدفه شغلتين، يعملوا سكريننج او يفحصوا الناس تيعرف الواحد اذا عنده سكري او لا، وثاني شيء يعمل توعيه من قبل قسم التغذيه كيف يقدر يتصرف في الحياه، كيف يقدر ياكل، كيف سيستم حياته بيقدر يحولها لحتى تصير طريقه صحيه، ويقدر يتفادى مشاكل والتعقيدات تبع السكري اللي هي كثيره مثل القلب والعين واتسترا. عم نشوف على كل حال صور السنه الماضيه دكتور مفرج وبرمه البلو كارافان على المناطق اللبنانيه، كيف كان التجاوب السنه الماضيه من المواطنين؟ وهل يعني الكل عم يجربوا يعملوا سكريننج لهال، او في ناس بيعتبروا انه اكيد هن ما عندهم دايابيتس؟ نحن السنه الماضيه طلعنا تقريبا 50 طلعه على كل المناطق اللبنانيه، يعني رحنا من الشمال لاقاصي جنوب للجبل لبنان، او عملنا سكرين ل 5000 مواطن راندملي، يعني بطريقه عشوائيه اذا بدك، مشان تكون الداتا اللي عم نجمعها تكون لها معنى علمي. اكيد المواطنين كانوا كثير متجاوبين للحمله هاي. خلال الحمله اكتشفنا انه تقريبا 17% من المواطنين اللبنانيين بيعانوا من مرض السكري او بريسك فاكتور انه يصير عندهم سكري بوقت من الاوقات بحياتهم. مشان هيك كان عندها الحمله هيدي اكثر من ايجابيه، اول شيء تدريب طلابنا اللي عم يتدربوا او عم يتعلموا يتخصصوا بمجال التغذيه انه يتدربوا، كل حدا منهم عمل السكريننج تقريبا. طلعت يعني التلاميذ كمان عم يقوموا فيها 100%، هو مبادره من الجامعه بتنسيق مع الطلاب، الطلاب كانوا يطلعوا كل يوم الساعه 6 الصبح على منطقه لبنانيه معينه، طلاب الشمال كانوا يروحوا على جنوب، طلاب جنوب يجوا على الشمال، يعني هيدي اذا بدك عملت خلطه مميزه نوعيه بالمجتمع اللبناني. كمان كل طالب كان عم يعمل تقريبا 500 سكريننج مسح للمواطنين اللبنانيين من اطفال لنساء لرجال، واكتشفنا انه 20% تقريبا من المواطنين بيعانوا من مرض السكري، و1000 من اصل 5000 ما كانوا عارفين عندهم سكري. هيدي شغله كثير مهمه، اكتشاف كثير منيح. وبدي اذكر شغله انه نحن باحد المدارس اللبنانيه اللي رحنا عليها اكتشفنا انه في تلميذ عمره 10 سنين بيعاني من مرض السكري واهله مش عارفين. يعني نحن اذا بدك كتبنا عمر جديد لهالطفل هيدا انه اهله يتوعوا على وضعه الصحي، يتجنبوا الاصابه تبعه له بعدين باي شيء خطير على حياته. سكريننج شو هو دكتور حداد؟ السكريننج هو كنايه عن فحص
بيجي فيه الشخص من دون ما يكون مروق على الريق يعني، بيعمل الفحوصات بيبين إذا عنده سكري بالدم عالي أو ضمن المعدل الطبيعي. إذا ضمن المعدل الطبيعي بنعمل له الفحوصات البقية لنعرف إذا عنده كوليسترول أو ضغط أو غير بارامترز، وفي داتا شيت بيعبوا فيها الطلاب كل التفاصيل عن المريض، من إذا عنده بالعائلة سكري، إذا بيدخن، إذا طريقة حياته كيف، يعني بياخذوا كل المعلومات كأخصائي غذائي لحتى إذا بين معه سكري ينصحه. من بعد إذا عنده سكري السنة حاطين فحوصات جديدة مثل مخزون السكر، مثل توزيع الشحم بالجسم اتسترا، يلي هي زيادة عن اللي كنا نعمله السنة الماضية. من بعد ما يخلص إذا تبين عنده سكر وعنده مخزون سكري، بيقعد مع طلاب يلي هني تالت سنة، بيعمل معهم انترفيو، بيعمل معهم شو لازم يعمل من ناحية النظام الغذائي، نظام الحياة كذا، بيفوتوا معه بكل التفاصيل وبيعطوه مثل ما بيقولوا توصياتهم شو لازم يعمل. أكيد إذا بين معه سكري وما كان عارف نحن بنقول له يروح عند طبيبه، لأنه إذا ما كان عارف وبعده سكري هذا بيكون عم بيموت على مهله. دكتور مفرج كرئيس قسم التغذية بالأيو تي، كنت عم تحكي أنه 1000 على 5000 من 5000 منهم عارفين حتى أنه عندهم. أوقات كتير يعني هيك بمعتقداتنا العادية والشعبية واليومية بنقول أنه لما بيعرف رح تتغير حياته، أوقات بفضل ما يعرف. هون انتو بالتغذية قدي قادرين انه تساعدوا هالشخص على انه يكون عنده حياة طبيعية بدل ما يكون عنده حياة صعبة بوقتنا؟ اكيد سؤال كتير مهم. اليوم معروف انه مرض السكري هو مرض لايف ستايل، يعني نمط الحياة هو بيعكس على صحة الانسان بطريقة مباشرة، ومنه مرض السكري. مرض السكري هو مرض مزمن، لكن إذا الإنسان عرف حاله مصاب بهالمرض هي أو عنده ريسك أنه ينصاب يوم من الأيام، فيه ممكن يتجنبه 100%. يعني إذا اليوم هالمواطن هيدا انتبع على أكله وعيش حياة أكتف أند فريش، يلي هو شعار حملتنا ليف أكتف ليف فريش، من رياضة نتفت رياضة، نتفت ريجيم معين، دايت معين، توصيات معينة يتبعها بحياته، أكيد بيخلص حياته من الموت المحتم. لأنه مرض السكري هو مرض ممكن نعيش معه ونتعايش ونروضه، أو ممكن إذا نحن جهلنا يقتلنا. يعني في أمراض خطيرة بتجي نتيجة مرض السكري. نحن من خلال هالتوعية اللي عم ننشرها والتثقيف الاجتماعي إذا بدك والصحي اللي عم تقدمه جامعة الأيو تي بطريقة كتير نوعية من خلال خبراء أطباء وأخصائيين تغذية، ممكن نغير مجرى حياة الإنسان. يعني اليوم نحن لما نعرف أنه مريض عنده سكري بنعطيه التوصيات مثل ما شرح الدكتور حداد اللازمي، وبنتابعه من بعدين مع الأطباء تبعوا له. وهالسنة هاي اللي كمان رح نرجع نشوفهم بحملتنا نحن يوم الثلاثة إذا الله راد، رح نطلع الفيس 2 يلي هي السنة الثانية على التوالي لحملتنا أو للإنيشيتيف تبعولنا، نرجع نشوف نفس المرضى اللي شفناهم هيديك السنة كيف وين صاروا إذا تحسنوا. والداتا تبعونا اللي جمعناها السنة الماضية هي إحصاءات مش صايرة بلبنان بعد. يعني اليوم في للأسف شوية تقصير من قبل المؤسسات الحكومية بالنسبة لموضوع الأمراض المزمنة وخصوصا السكري. مشان هيك نحن جينا حطينا إيدنا بإيد وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة السكري بلبنان، لأنه نحن رح نقوم هالمبادرة هيدي مع طلابنا مع الريسورسز المتوفرة عنا بالجامعة تنقدر ما نخلي حدا بلبنان بقى يموت من مرض السكري. ب 12 الشهر تحت عنوان تيك ستيب فور دايابيتس او لنخطو خطوه من اجل السكري، راح يكون في يعني احتفال اذا فينا نقول، راح يكون في نقاش كمان. صح. ليش اول شيء ب 12 الشهر بما انه ب 14 الشهر هو اليوم العالمي للسكري؟ الاحتفال اللي عم نعمله ب 12 شهر وبالتنسيق مع وزاره الصحه ومعالي الوزير، يعني بيقدر يجي ب 12 شهر بارتباطه ب 14 برات لبنان. بقى اتفقنا انه برعايه وزاره الصحه والاتحاد الدولي للسكري جاي ممثل عنه، منظمه الصحه العالميه كمان جاي ممثل، ورئيس لجنه الصحه بمجلس النواب دكتور عاطف مجدليني كمان رح يكونوا موجودين، مع اكيد دعوه مفتوحه للكل. عم ندعي كل الاشخاص اللي هن اخصائيين بهذا الموضوع، اخصائيين غذائيين، حكمه غدد، حكمه طب عام، مدراء مستشفيات، رؤساء بلديات، الدعوه مفتوحه للكل لحتى يجوا. هيدا مثل بيقولوا عاملينه مثل منبر لحتى يناقشوا الناس هيدا الهاجس اللي عنده يلي عم بيكبر بشكل كتير سريع. يعني اذا بنطلع احصاءات 10 سنين لورا وخمس سنين والسنه بنلاقيها على تزايد موضوع السكري بلبنان، بقى لازم ينلفت النظر، لانه لبنان السكري ما بيميز حدا عن حدا. ولفتي مثل ما بيقولوا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسكري الاي دي اف عم نضوي القلعه البحريه كرمز للتوعيه بموضوع السكري. دكتور مفرج قد ايه يعني بمرض السكر الحياه اليوميه هي كثير مهمه، يعني كل دقيقه بالنهار هي كثير مهمه، فالاختصاصيين اكيد ضروري يكونوا واعيين، بس الشخص هو
مريض السكري هو اللي لازم يكون أكثر شيء واعي لحالته الصحية ولا كيف بيقدر يحارب هالمرض صحيح. مثل ما كنت عم تخبرنا هون كيف بتصير توعية لهالأشخاص؟ أكيد المواطن أو المريض بيترتب عليه مسؤولية كتير كبيرة. اليوم الطبيب بيكتشف المرض عند المريض، بيعطيه التوصيات اللازمة مشان يتبع نظام حمية معينة، لايف ستايل، نمط حياة صحي وسليم. لكن المواطن أو المريض هو اللي لازم يقوم بهالواجبات. عادة مريض السكري عنده سقافة كتير كتير عالية. صحيح. اليوم يعني إذا كان مركز على المشكلة تبعيته بيكون عنده سقافة كتير كبيرة. 100%. نحن اليوم مش بحاجة نوعي مريض السكري شو هي العوارض لأنه بيعرفها، مش بحاجة نقول له يتجنب مأكولات معينة لأنه بيعرفها أكيد، لكن الالتزام هو مسؤولية كتير كبيرة على عاتق هالمريض هيدا، لأنه لازم يعرف إنه إذا انتبه بيقدر يروض المرض ويعيش معه، بيحول الوجع والألم تبع هالوجع هيدا لأمل طبعا مرض السكري، وإذا تجنبه وتجاهله ساعتها بيصير بورطة كتير كبيرة ممكن تودي للموت المحتم. كل شخص دكتور حداد لازم أنه يكون عم يعمل سكرينينج للسكري بعمر معين أو حسب الهيستوري تبع العائلة؟ هلأ في عدة أمور بتفوت بدها، منها تاريخ العائلة إذا في عندهم سكري أو لا، طريقة الحياة اللي صارت أكتريتها عود، يعني إذا منراقب حالنا شو منعمل بالنهار تقريبا صار أكتر من 80% قاعد على كرسي التلفزيون أو كرسي المكتب أو كرسي السيارة. بقى كان من زمان يبين بعمر 40 وطلوع، هلأ عم نلاحظ الإحصاءات عم تنزل، وحتى منلاقي إذا بدك الانديكيتورز اللي هن بيبينولك إذا شخص رايح باتجاه يصير معه سكر أو لا، بلش يبينوا بعمر حول 20 وتحت 20 حتى. بقى سكرينينج لازم ينعمل يعني مش يعني 30 وطلوع لازم الواحد يبلش يراقب حاله، وهذا شيء عم نعمله وعم نوعي تلميذنا عليه تيوعوا المجتمع تبعهم. وبالتحديد اختصاص التغذية عندنا بالجامعة داعمينه بشكل كتير قوي من ناحية البلو كارافان أو من ناحية السوتات تبع التلاميذ، عم نعطي فاينانشال ايد كتير كبير. مثلا إذا متطلع على مستوى الجامعة كلها السنة الماضية عطيت الجامعة دعم للتلاميذ تقريبا محدود المليون دولار، وباختصاص التغذية كان له لفتة كتير مهمة لأنه داعمين هذا المشروع بفند خاص من الجامعة ليقدروا يعملوا الحملة. بعتقد خلص وقتنا ورح ناخذ بريك. خلص وقتنا لليوم. نرجع منذكر انه فأزن رح يكون قلعه جبال مضوية بالازرق للتوعيه للسكري. اشخاص لازم يكونوا عم يعملوا سكرينينج لانه مثل ما خبرتونا في كثير اشخاص يعني تبين السنه الماضيه انه عندهم سكري بس ما بيعرفوا، والتعايش مع مرض السكري امر كثير ضروري وكثير بيقدر يوفر على الاشخاص اوجاع ومشاكل، لان نعرف انه في عنده كثير سايد افكتس مرض السكري. اهلا وسهلا فيكم، والدعوه مفتوحه نهار الثلاثاء. اهلا وسهلا. شكرا. فيكم مشاهدينا، واقفه هلا ونرجع نتابع.